أخرج البخاري ومسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجداً لله بنى الله له بيتاً مثله في الجنة. قال: من بنى مسجداً، لكن ليحذر لابد من شرط، قال: لله. ولذلك قال بكير وهو أحد رواة الحديث، قال: حسبت أنه قال، يعني ظننت أنه قال: يبتغي به وجه الله. هذه الجملة من بكير تدل عليها جملة لله. ولذلك في رواية الإمام أحمد: يصلى فيه لله. في رواية ابن ماجه: يذكر فيه اسم الله. إنما يكون المقصود لله عز وجل، لكن إن بني رياءً ومفاخرة فلا يحصل له هذا الثواب. ولذلك عند الطبراني بإسناد حسن باعتبار ما يعضده: من بنى لله مسجداً لا يريد رياءً ولا سمعة بنى الله له بيتاً في الجنة.